رئيس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد مجلس الوزراء بلقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة خلال الزيارة الأخوية التي قام بها جلالة العاهل المفدى إلى المملكة المغربية، مؤكدا المجلس على عمق العلاقة الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وبدور هذا اللقاء الأخوي في دعم وتعزيز هذه العلاقات. بعدها وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجهات الحكومية إلى مواصلة رفع كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على تعزيز التنافسية والإبداع والابتكار لتطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفعالية من قبل مراكز الخدمة الحكومية. ووجه سموه الشكر إلى مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية للعام 2019 وعددها 8 ضمن برنامج تقييم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ممثلة بخدمات بطاقة الهوية بمجمع السيب المحرق وهيئة الكهرباء والماء ممثلة في مركز خدمات المشتركين في مزايا بلازا وصندوق العمل تمكين ممثلا بمركز خدمة العملاء بمجمع السيف ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بمركز البحرين للمستثمرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بمركز فحص المعادن ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة بلدية الشمالية في مبنى بلدية مدينة حمد والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ممثلة في مركز الاستقبال بمجمع السيف المحرق والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ممثلة بمركز الاستقبال الرئيسي. كما شكر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على الفئة الفضية وعددها 8 وهي وزارة الداخلية ممثلة بالمنفذ البحري ووزارة الداخلية ممثلة بمدرسة تعليم السياقة قسم رخص السواق ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بمركز المحرق الاجتماعي ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة بمركز أمانة العاصمة وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ممثلا بمبنى سنابس ووزارة الداخلية ممثلة بفرع الإدارة العامة للمرور بإدارة المعلومات الجنائية ووزارة المواصلات والاتصالات ممثلة ببريد الرفاع ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بمركز المنامة الاجتماعي. بعد ذلك نظر مجلس الوزراء في المذكرة المدرجة على جدول أعمال وذلك على النحو الآتي: أولا، خلال استعراض مجلس الوزراء للإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة لمنع وصول فيروس كورونا إلى البلاد، فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء إلى سرعة توفير أجهزة الفحص المبكر للكشف عن المرض بفحص العينات وتوفير التجهيزات اللازمة للتعامل مع أي تطور محتمل. كما وجه سموه إلى ربط مختبرات وزارة الصحة العامة بكبريات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومع المنظمات الدولية. فيما اطلع مجلس الوزراء على خلال مذكرة سعادة وزيرة الصحة على الإجراءات الاحترازية والوقائية الجاري اتخاذها في المنافذ وتفعيل المراقبة الصحية لمنع وصول فيروس كورونا، إضافة إلى تعزيز الرصد والمراقبة الوبائية لهذا المرض، حيث اطمأن مجلس الوزراء إلى الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها مملكة البحرين حتى الآن والتي تتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية. ثانيا، بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد قرر مجلس الوزراء أن تستوعب الحكومة القيمة المضافة المستحقة على خدمات الكهرباء والماء بحيث تكون التعرفة الحالية للكهرباء والماء شاملة لمبلغ القيمة المضافة وأن يكون البدء في التطبيق اعتبارا من شهر فبراير 2020. ووافق المجلس لهذا الغرض على مشروع قرار وزاري بشأن إضافة مادة جديدة برقم 6 مكررا إلى القرار رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء.
ثالثا تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بوضع الآليات لتسهيل إجراءات صرف الدعم الحكومي المباشر، فقد وافق مجلس الوزراء على توحيد موعد صرف 5 برامج مقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان، بحيث يتم في المرحلة الأولى صرف الدعم دفعة واحدة في تاريخ واحد وهو 15 من كل شهر بدءا من 15 من فبراير 2020 بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ويستثنى من ذلك بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بحيث يتم صرفها في موعدها الحالي، على أن يتم في المرحلة الثانية إعداد قاعدة بيانات معلوماتية مركزية وموحدة لجميع برامج الدعم لزيادة كفاءتها، بحيث يكون هناك سجل واحد للمستفيد دون المساس بالضوابط المعتمدة والمعايير المعمول بها حاليا للتأهل لتلك البرامج، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية. رابعا، كلف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بدراسة الاقتراح برغبة والمقدم من مجلس النواب بشأن إيجاد الحلول اللازمة للطلبة البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين ولم يتم معادلتها. خامسا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يصدر من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يحدد رسوم القيد والتجديد في جدول الوسطاء عملا لنصوص المرسوم بقانون بشأن الوساطة بتسوية المنازعات، وذلك عملا بالتوصية المقدمة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة. سادسا، وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيطاليا، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال النقل الجوي وتسهيل إنشاء وتشغيل خدمات جوية بين وفيما وراء إقليميهما، وذلك عملا بتوصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة. سابعا، وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين والمالديف، والتي وقعت بين الجانبين في 25 من سبتمبر 2019. ثامنا، استعرض مجلس الوزراء الإنجازات والمشاريع التربوية والإنشائية والمهام التي قامت بتنفيذها وزارة التربية والتعليم بما ستنفذه من برامج ومشاريع لتحقيق الأهداف العامة والأولويات الواردة التي حددها برنامج الحكومة 2019-2020 وما اشتمل عليه من سياسات ومبادرات وأولويات، ومن أهمها تطوير قطاع التعليم العالي ومخرجاته والارتقاء بجودة عمل الكادر التعليمي وإدارة المدارس والاستفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارسات لتطوير المؤسسات التعليمية وتشجيع الاستثمار في القطاع التعليمي، والتي عرضها سعادة وزير التربية والتعليم من خلال المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء بإنجازات ومهام وزارة التربية والتعليم في برنامج الحكومة. تاسعا، وافق مجلس الوزراء على احتضان مملكة البحرين لمؤتمر الرياضة الخليجية الإقليمي خلال الفترة من 25 إلى 27 من فبراير 2020، والهدف إلى استعراض تجارب الدول ونجاحها والذي حققته في مشروع القيادات الرياضية الشابة وإتاحة الفرص للمعلمين والقادة الشباب لتطوير مهاراتهم. عاشرا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض رسوم البلدية المنصوص عليها في القرار رقم 5 لسنة 2010، ويلغى مشروع القرار المقدم من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني الرسوم الإضافية المفروضة على خدمات التخلص من المخلفات بعد الساعة 4 مساء الواردة في الجدول والمرفق للقرار رقم 5 لسنة 2010. وفي بند التقارير الوزارية، فقد تابع مجلس الوزراء التزام الشركات الصناعية بمدينة سلمان الصناعية بالحد بالقوانين والتشريعات البيئية وتطبيق الاشتراطات الممنوحة لهم ضمن التراخيص البيئية في ضوء تدشين مشروع التدقيق البيئي على الشركات الصناعية بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، وذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
فيما أخذ المجلس علما بنتائج المنتدى العالمي للتعليم 2020 والذي عقد في المملكة المتحدة مؤخرا من خلال سعادة وزير التربية والتعليم وورش العمل التي عقدت في لندن بشأن مشروع المدينة الرياضية بالصخير من خلال التقرير المرفوع من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة.